السلام عليكم. دلوقتي نشوف السايت ازاي بترسم على برنامج الريفت. طيب بخش على مثلا جان سايت واقول له تو سيرفيس، وببدا احدد النقط بتاعتي. يعني ده مثلا عامل 2 متر، ماشي ده 2 متر، ده هنا 2 متر، ومثلا ده هيبقى 0 اهوت. طيب انا رسمت في السايت، ايه الفرق بين السايت والليفل 1؟ الفرق حاجه بسيطه جدا، الا وهو الفيو رينج. هنا بيبقى الفيو رينج بتاعي توب وكات بلين. يعني لو رحت على الليفل 1 وعدلت التوب وكات هيبقى كانه سايت. انما في العادي يعني لو دخلت نفس اللي انت راسم دلوقتي ودخلت شفت في ليفل 1 هتلاقي ان الجزء ده يعني مقسم بينهم، ده اللي هو ظهر في قلب الشغل وده اللي هو المفروض يظهر في البورد فوق. طيب نرجع تاني للسايت اهوت. طيب انا عايز مثلا احط جزء معين بماتيريال مختلف، تمام؟ على سبيل المثال في هنا شارع، في هنا مثلا منطقة زراعية، فممكن أقول له أنا عايز أعمل سبريجن في منطقة معينة، عايز أخليها بشكل مختلف، وأقول له مثلا أهوت من هنا مثلا للنقطة دي، للنقطة دي، هو بيعمل سناب على الحواف على الإتش لهنا مثلا مع دوت، تمام؟ وأديله بقى ميتيريال مختلفة. اقول له في ار ودي هديها مثلا مختلفة وليكن مثلا كونكريت مثلا، اقول له اوكي، هتلاقي المثال ده بقى مختلف. طيب ممكن اعمل اسبيرت للسيرفس، يعني هقسم المنطقة دي حتتين، او ممكن اجي هنا واقول له دوت انا عايز ابدا اقسمه، ممكن حتى تاخد حتة كده اكبر شوية وتقول له اوكي، فيبدأ يديك دوت تحط فيه ماتيريال مختلفة عن الماتيريال ديت. أي ماتيريال ولا مثلا نروح ماشي فأصبح ده منفصل عن ده تماما، تمام؟ طيب دلوقتي ممكن تقول له ميرج سيرفيس، يعني تقول له خلي ده مع دوت اهوت جاي لسان حته واحده. طيب بعد كده عايزين نحدد حدود المبنى اللي احنا هنشتغل عليه، فممكن تشوف بروبرت لاين ده هيفيدك جدا. اقول له انا عايز سكتش، هقعد ارسم مثلا من هنا لهنا، تمام؟ فالخط ده هيفيدني كتير وهيظهر معايا في لوحه كتيره جدا، وده ان الاريا بتاعتي هتبقى قد ايه حدود الشغل بتاعي. وفي اي وقت تقدر تقول له edit sketch وتعدل فيه زي ما انت عايز، وتقدر تدخل هنا على edit table فتعرف المعلومات بتاعت كل نقطه فيهم قد ايه، هنا distance قد ايه، bearing قد ايه، radius قد ايه، كل المعلومات دي تقدر تاخدها على اساس شغل الانسان. يعني دلوقتي الارض عندي مش مستويه، فانا محتاج ان انا احدد الارضيه بتاعتي بتاعت المبنى بتاعتي تبقى عامله ازاي، فاقول له بيلدنج بيت، تمام؟ واقول مثلا من ليفل 1 انا عايز تبقى مثلا متر مثلا، وابدا ارسم الشكل دوت اهو، وتعالى نروح 3D هتبقى بالشكل دوت، تمام؟ فانت ممكن تعلي تضغط تعمل، ممكن نخليها مثلا 500 تبقى بالشكل دوت. ده البيلدنج باد بتاعك، ممكن طبعا تخليه بالماينس مثلا لو انت هتبني مبنى عالي فمحتاج ان انت تعمل اساسيات تحفر جامد بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن انت مثلا عايز تحسب موضوع الحفر والحاجات دي كلها، فمحتاج ان انت تيجي تحسب الحفر بتاعك جريد ريجن، فبيقول لك انت عايز تعمل سيرفيس جديد كريت نيو توبو سيرفيس اكزاكتلي زي اللي موجود دلوقتي، ولا انت عايز تعمل واحد معتمد على اللي موجود، فاقول له ماشي انا عايز اعمل واحد معتمد على اللي موجود اهوت، حددت دوت، بيقول لي بقى حدد النقط بتاعتك، فانا هبدا اقول له النقط بتاعتي اللي فيها هيبقى فيها اختلافات ماينس مثلا متر اهوت هنا وهنا وهنا وهنا، واقول له اوكي، تمام؟ طيب لما نيجي نعمل سيلكت بقى لدوت ده تو سيرفيس
بتلاقي ده البروجكت اريا والسيرفيس اريا، وهنا الفيل والكات قد ايه، انت محتاج ان انت تعمل كات قد ايه. ممكن بعض الاوقات بتحتاج ان انت تعمل فيل، فهو هنا بيجيب لك النت كات وفيل قد ايه. ممكن تكون في بعض الاماكن هتعدل فيها هتعلى فيها، في اماكن هتقلل فيها. طيب انا عايز بقى الموضوع دوت اللي هو النت كات قد فيل اعمل له سكادول، فباجي هنا واقول له نيو سكادول، وبدخل على التوبوجرافي وحدد بقى انا كنت شغال في اني كيسز في فيز 1. طيب اقول له نيو سكادول واقول له انا عايز فيز 1 توبوجرافي اهوت، واقول له اوكي، وابدا اقول له انا عايز الفيل اند كات يكونوا موجودين معايا. طبعا ممكن تحط بقى الفيس ريت، ممكن تحط طيب كل المعلومات اللي انت عايز تحطها في قلب الجدول بالشكل ده. خلينا نرجع للسايت، وهو عايز اقول له ليبل كونتور، خد الكونتور، هو بقى بيبدا يقطع كده، وكل ما يلاقي فيه اختلافات يبدا يديني المعلومه بالشكل ده. طيب خلينا نغير المقاس بحيث تبدا تظهر معانا اهوت، كل ما بيجي يقطع في حاجه فبيبدا يديني المعلومه بتاعتي. ده بالنسبه لخطوط الكونتور. طبعا ده كل المعلومات دي ممكن تخش تعدل فيها من هنا، بتبدا تشوف خطوط الكونتور كل قد ايه، مثلا تبدا تديك الارقام بتاعتها تمام، والسكشن كات ماتيريال هيبقى قد ايه نوعه، تقدر تغير الماتيريال نوع الماتيريال ديت. بقول له اوكي، تبدا تظهر كل 5 متر بالشكل ده، كل نص متر اسف بالشكل ده، كل 5 متر هتظهر كل نص متر، والخطوط برضه هتظهر بالشكل ده. طيب لو انا عايز ابدا احط بقى اي سايد كومبوننت، بقول له سايد كومبوننت، فهو بيبدا يشوف ايه الماتيريال اللي عنده ويبدا يجيبها لي. طيب لو انا مش موجود عندي فبدخل هنا وابدا اشوف الماتيريال اللي موجوده، دي المكتبة بتاعت 2020. طيب خليني اخش في بروجرام فايل، بروجرام داتا اوتو ديسك ساعات، والمكتبة بتنزل بيحصل مشكلة فمتنزلش كاملة، فممكن ندخل هنا على ريت 2020 لايبراري متريك، نبدأ نشوف الحاجات الخاصة بيه السايت، تبدأ تشوف الماتيريال الموجودة فيه هنا بحاجات خاصة بالباركنج، حاجات خاصة بالفيلتيز اكسورسيز اهو. تبدأ تشوف مثلا حاجة زي حاجات خاصة بالفيلتيز ديت، الحاجات اللي انت بتبني تمام. طيب ممكن ممكن مثلا ديت وبرضه لو انت عايز تعمل باركينج هتخش هنا هتلاقي باركينج كومبوننت بيقول لك مفيش فاميلي تحمل الباركينج، فتدخل الباركينج اهيت هتلاقي حاجات كتيرة جدا، تبدا تحمل اي حاجة انت عايزها منهم، وليكن مثلا باركينج سبيس، ودي طبعا دي الدول الخاصة اهوت، تحملها وتبدا تحطها هنا بالشكل ده تمام. ده هنا خلينا نشوف في 3 دي، اتاكد ان الحاجه بتاعتك موجوده على الارضيه مش مختفيه، ودي برضو موجوده هي محطوطه برضو على الارضيه بالظبط، لان في بعض الحاجات بتبقى طايره مثلا، فبتاكد ان شغلك كله مظبوط. طبعا لو المشروع اكتر من مبنى بنعمل السيرفيس او السايت ده في ملف مستقل، ونبدا نسحب كل واحد فيهم على الملف المستقل دوت بحيث ان يظهر عندي شكل كله. لو هو ملف واحد ممكن يبقى موجود مع المعماري مفيش مشكله خالص، فحسب حجم المشروع بنبدا نقرر هل ندمجهم مع بعض ولا لا. لو هو اكتر من مبنى فاحنا لما بنيجي نعمل انسيرت لملف الريفت بنقول له انسيرت لينك ريفت، بنلاقي عندنا اختيارات كتيرة، بنختار ساعتها ان احنا نعمل دلوقتي اصبح في حاجة اسمها الانترنال اوريجن،
تمام. لا ساعتها بنستخدم شيرد كوردينيت. شيرد كوردينيت لان هو في اكتر من مكان، فبنستخدم الاحداثيات المشتركه بينهم او الحاجه الثابته بينهم كلهم عشان نعمل لهم انسيرت في قلب الملف بتاعنا. فلو في مشروع عباره عن كذا مبنى بنستخدم شيرد كوردينيت، وهم كلهم يجوا المباني كلهم جنب بعض في اللوحه بتاعتنا.